السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا المحطة تاع تسمسلت اللي راهي يعني تم الاستعداد لاستقبال أولى المسافرين نتاعها في صباح تاع اليوم تاع 27 ديسمبر. إذا نشوف هنا عملية تاع وضع كل المعلومات اللي تخص المسافرين ويعني العمال نتاع المحطة في أتم الاستعداد لاستقبال المسافرين في أول رحلة لهم في هذا الخط الجديد اللي يربط مدينة تسمسيلت بمدينة برج باري ريتش على امتداد 300 كيلومتر. إذا هنيئا للمسافرين والمستخدمين تاع الخط هذا، وإن شاء الله للمزيد من الخطوط سوف تفتح تدريجيا بخط غزو الجلفة الأغواط الذي سيفتتح في أظن الثلاثي الأول من سنة 2023 إن شاء الله، واكتمال خاصة الجزء اللي بقى في بين تيارت وتسمسلت وحتى صعيدة كذلك اللي ما زالت الأشغال غير يعني في مرحلة بطيئة جدا، وإن شاء الله تعاود تأخذ الوتيرة الطبيعية نتاعها. والسلام عليكم.